بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل التقوى والمغفرة، والصلاة والسلام على عالم الهدى والنور في الدنيا والآخرة، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مع حلقة قرآنية جديدة مع التلاوة، نلتقي فيها تحت راية القرآن نتعلم التلاوة الصحيحة للآيات المباركات في القرآن الكريم. نرحب بشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ خالد. أهلا أخي الكريم. أعزائي المشاهدين، ما زلنا في رحلتنا القرآنية المباركة، نسير مع آيات سورة قاف، وقد انتهينا بالأمس إلى الآية 26، واليوم في رحاب الآيات من الآية 27 إلى الآية 30. نستمع خاشعين منصتين للآيات المباركات بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين، نسأل الله تعالى السلامة. أعزائي المشاهدين، نترسم معا خطى الأولين في تعلم القرآن العظيم. استمعنا إلى الآيات المباركات بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. هيا معا إلى الشرح التفصيلي للتلاوة الصحيحة للآيات المباركات مع فضيلة الشيخ خالد شعبان. أهلا ومرحبا بكم مجددا فضيلة الشيخ. أهلا أخي الكريم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مع الآيات الكريمة يستعيذ القارئ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بعد ذلك مبسملا قائلا بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك يبتدئ حتى يستطيع أن يقرأ هذه الآيات وأن يفهم ما فيها من مراد الحق تبارك وتعالى على قدر استطاعته حتى يعيش دنياه. مع الآية الأولى، وهي توضح لنا مشهدا عظيما محذرا في آن الوقت، عظيم وتحذير. يقول القرين لقرينه: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كأن هذه بتلك. فانتبه وأنت تقرأ هذه الآيات، أنت ما زلت في الدنيا، حتى لا نقف مثل هذا الموقف. فحق المؤمن ونصيبه من هذه الآيات العبرة والعظة. يأتي الرد على هذا الذي يختصم مع هذا من الحق تبارك وتعالى: لا تختصموا لدي في مثل هذا الموقف، وقد قدمت إليكم في الدنيا ماذا سيحدث على لسان الرسل لو كذبتم من وعيد. اعلموا أنه ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، أي أن الظلم لا يقع منه أبدا، حتى ولو كان الذي يعاقب عبدا فإنه يعلمه، فإنه أنذر لذا أعذر، كما نقول في أيامنا: قد أنذر من أعذر، ولا أعذر من أنذر، ولكن الله أنذر أولا وأخر الوعيد. أما في أيامنا وعلى حديثنا وكلامنا فنقول: قد أعذر من أنذر، ولا
قد أعذر من أنذر بأي طريقة، تلك هي خلاصة الحياة. الآية الأخيرة: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. إنه يؤكد أنه يعلم ما توسوس به النفس وحديث الخاطر. كيف ذلك؟ إنه ينقل لنا ما تقوله هذه النفوس في يوم المحشر، وهم يقدمون إلى عقابهم ويساقون، فيرون من هول المنظر والكثرة أنه لا مكان فيها، فها هو يخبرهم بما يدور في نفوسهم قبل أن يأتي. إعجاز: ما يقولون؟ نعم، لا تظنوا أن المكان قد امتلأ، إنني سأخاطبها وأقول لها هل امتلأت فتقول هل من مزيد. تلكم هي الآيات، الحظ منها العبرة، حتى لا نقف مثل هذا الموقف إذا ما أتى، ولا يخفى عن مثله في حياتنا. إذن ذاك هو الوقف والابتداء مع الآيات، فلا يكن همك في القراءة أن تصل وأن تنتهي، لا، اقرأ وتمهل واقرأ جمل مفيدة حتى تستطيع أن تستوعب هذه المعاني لتطبقها في حياتك. هذا أولا، فهمنا المعنى مجملا متوافقا مع الجمل ابتداء ووقفها. جميل، ماذا معنا أيضا من الأحكام؟ هيا مع الآية الأولى لنأخذ درسا في التفخيم والترقيق، مفاده كالتالي: مع الآية عمليا، قال قرينه ربنا. قال: القاف تفخم في أعلى مراتبها، والألف بعدها تبع، واللام ترقق. قال ق: واحرص على سماع وصل الكلمة بما بعدها، فذاك هو المعني. قال قرينه، القاف مرة ثانية تفخم بمرتبة أقل، ثم الراء ترقق لكسرها. قال قرينه ربنا. ولاحظ الياء، النون، الهاء مرققات. ولاحظ حرف المد الواقع بين هاء قرينه وبين راء ربنا. قال قرينه ربنا. ولاحظ كذلك تشديد الباء في كلمة ربنا هكذا، فإياك أن تنتقل بالشد مع الباء فينطق أو فتنطق حرفا آخر فيخرج من الأنف مثلا، لا، رب من الشفتين هكذا بإطباق الشفتين للشفتين الواو باء ميم. إذن قال قرينه ربنا عند الوقف وكذا عند الوصل. إذا اتحد الحكم وقفا ووصلا ذكرت الأمر معا، أما إن كان الحكم يختلف وقفا عن الوصل ذكرت ما عليه الوصل حتى لا يلتبس على المبتدأ أو المبتدئ في قراءته الحكم بين الوقف والوصل. إذن قال قرينه ربنا. ربنا ما أطغيته ولكن كان فيه في ضلال بعيد. للتقسيمة دي تعال أقول لك ليه. المبتدئ ممكن يكون النفس ضعيف شوي فيجي يقرأ كده قال قرينه ربنا ما، هو غصب عنه ده مضطر، خلاص. طيب أنا هوصل بقى، هو هيوصل إزاي؟ ما أطغيته، ده بقى اللي بنبه عليه، احنا ماشيين بالتوسط، يعني هتمد المنفصل اربع حركات، ده رقم واحد ماشي على الوصل. اتنين، من حرف المد الى الهمز ما ترقيق، ما حتى الان ترقيق، ربنا مرققة، ما مرققة،
والهمز القادم كذلك مرقق. الواقع بعد الهمز أي الحرف الطاء الساكنة والغين المفتوحة، والطاء والغين كلاهما حروف مفخمة، والطاء ساكنة والغين مفتوحة، واللسان إذا أراد أن ينطق بالمفخم وقبله مرقق فإنه يستعد له إما بحرف أو بحرفين بحسب دربة القارئ، فإن كان مجيدا سيقرأ هكذا: ربنا ما أطغيته. إيه اللي حصل؟ إد المرقق حقه والطاء قلقلت وأخذت حقها من التفخيم والمرتبة والغين، ثم رجع مرة ثانية للياء والتاء المرققة. إذا لم يتدرب ولم ينتبه لهذا وقرأ باطمئنان سيأتي بأقل شيء الهمزة ستفخم منه وهو لا يدري. ليه؟ لأنه يتجهز للطاء في الفم بدون أن يدري. لذا نصيحة: عند هذه الكلمة هدئ من السرعة حتى تحقق الترقيق في الهمز وتفخم الطاء وتقلقلها أيضا والغين، ثم ترجع بخفة واطمئنان إلى ترقيق الياء والتاء والهاء. هكذا: ما أطغيته، هكذا حتى لا تنقلب الطاء إلى تاء أو العكس. نكمل: أطغيته على الوصل ستلاحظ أن معنا حرف مد وهو الواو واقع بين الهاء في كلمة أطغيته ولكن، وبين واو ولكن، بينهم بالضبط كما في قرينه ربنا. هكذا انتبه لهذا الحرف وأنت تصل. واضح هذا الكلام جيدا؟ جميل. ولكن كان في ضلال بعيد. لاحظ معي اليوم مع التفخيم والترقيق حرف اللام وما له من أهمية، ولاحظ حرف اللام وما يقع بعده وبالأخص إن كان ألف في كلمة لكن. مرة ثانية: لكن. إذن هذا مد طبيعي فانتبه فلا تحذف. ولكن، لا احنا اتفقنا على الوصل بس انا وقفت. يعني عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك خلي بالك من الغنة اللي جاية دي. ولكن كان، يبقى الغنة بين لكن وبين كلمة كان، ليست قبل ولا بعد. كان في ضلال بعيد، ها هي اللام مرة ثانية انتبه ولاحظ حرف المد الواقع بعد اللام الأولى في كلمة ضلال، ولاحظ الضاد المفخمة واللام بعدها مرققة. هكذا: ضلال بعيد. رقم 2 3: ضلال عندما تصلها بكلمة بعيد ستلاحظ تحت اللام الثانية كسرة وفوق الكسرة ميم. إذن سألفظ هكذا: ضلال لم ب. إذن جاء في اللفظ ميم واقعة بين اللام وبين الباء، هكذا: ضلال ب. هذا ما تسمعه، ولكن انتبه إن النون قلبت، نون التنوين، إلى ميم، ثم أخفيت هذه الميم مع وجود غنة: ضلال بعيد. ولاحظ الدال والقلقلة. إذا لاحظت اللام وبعدها ألف حذفت في لكن، اللام بعدها ألف حذفت في ضلال. انتبه لللام في الكلمة القادمة أو في الآية القادمة: قال لا تختصموا، مع التفخيم والترقيق، قال مرت آنفا في الآية الأولى في الكلمة الأولى. اسمع: قال لا، قال لا. إذن القاف مفخمة، اللام ترقق، والألف الألف بعد القاف تابع لها ولكن اللام ترقق، قال، واللام من لا ترقق كذلك. إذن هكذا:
قال لا، يعني ما التنبيه لهذا؟ لا، ده هيجي لك التنبيه ده مرة ثانية وثالثة عمليا. سمعت مني لاما واحدة أم لامين؟ لام ولام، لام قال واضحة ولام لا واضحة. جميل. قال لا، والحروف معي في لا لا مرققة. جميل. لا ت ترقق. لا تخ الانتقال من التاء المرققة إلى الخاء المفخمة. لا تخت لا تختصم، التاء ترقق الخاء تفخم. التاء مرة ثانية ثم الصاد، لا تختصم. وأحاول مع تكرار وتكرار الكلمة حتى تسمع النطق واضحا جليا بلا تكلف وبلا تعسف. ليس هكذا؟ لا ت لا تخ لا 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 تخ لا تختصم. العبرة بانقباض وانبساط الشفتين بلطف هكذا. لا تختصم لدي، وتنبه للمد الطبيعي. لدي الياء مشددة، انتبه. لدي وحرف مستقل، قد حرف مستقل، دول حرفين يا عم الشيخ، بس اسمع بس معايا شوي، امشي شوي. يبقى اذا الواو حرف مستقل، قد حرف مستقل، قدمت كلمة مستقلة بذاتها. ليه بتقول لي يا عم الشيخ كده؟ اخشى ان تقرأ الكلام املاء فتقرأ غير المطلوب امامك، كما في قوله يا ايها الذين امنوا امنوا. يظن البعض ان هناك خطأ مطبعية ولا ينتبه للضبط والتشكيل، وخاصة أن قاف مفتوحة قاف مفتوحة، دال ساكنة دال مشددة. فمع عدم الدربة مع كلام الله والانتباه يلتبس عليك الكلام. فانتبه. وقد كلمة قدمت إليكم بالوعيد، هنا محل الغنة، فتنبه وقلقلة الدال. ما يبدل القول لدي، ها هي اللام مرة ثانية، ولاحظ الترقيق فيها جيدا، وأن كل من الأولى والثانية محركة. ما يبدل القول لدي وما أنا. ليه بتركن كده شوية؟ عشان أوضح لك الياء المشددة، إياك أن تخففها. وما أنا بظلام للعبيد، لاحظ كلمة أنا بظلام، وما أنا بظلام. إذن عند النطق لا وجود للألف الثانية في كلمة أنا بظلام. لاحظ أنا بي وقفت، لا لا لا، أنا دلوقتي ماشي على الوصل. ولاحظ معايا اللام وحذف الألف بعدها، كده الآيات النهاردة بتقول لك يحذف الألف بعد لام، لكن يحذف الألف في كلمة ضلال، يحذف الألف في كلمة بظلام. فتنبه. للعبيد وخلقلت الدال، بس لما تيجي توصل بقى خلي بالك. وما أنا بظلام للعبيد، هكذا من الميم للام المشددة. الآية الأخيرة يوم نقول لجهنم، اللام مرة ثالثة وبعدها لام أخرى، فتنبه لهذا التماثل الكبير. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، هل دي مش ساكنة يا عم الشيخ؟ بس اكسر هنا عشان في بعدها ساكن. ليه؟ بس امشي بس معايا الأول الوقت كده النطق. هلم هلم تلأت، وتقول وتقول هل من مزيد. عرفت مكان الغنى فين؟ خدت بالك من الجيم كويس؟ نسأل الله العفو والعافية، رزقنا الله وإياكم الإخلاص والتقى. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ خالد، بارك الله فيكم أعزائي المشاهدين. بعد أن استمعنا إلى الآيات المباركات واستمعنا إلى الشرح التفصيلي للتلاوة الصحيحة هذه الآيات والمعاني التي تقشعر منها الأبدان، من حق هذه الآيات أن نتلوها كما أنزلت. بعد هذا الفاصل القصير نبدأ في تلقي اتصالاتكم، في انتظاركم. أهلا
أعزائي المشاهدين، نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية مع كلمات الله البينات في سورة قاف من الآية 27 إلى الآية 30. كما تعودنا معكم أعزائي المشاهدين، التلاوة لها طريقة، هذه الطريقة تؤتي أكلها ونتعلم منها ونأخذ النتيجة المرجوة. هذه التلاوة تكون بهدوء، وأن نلتقط الأنفاس بين الجملة والجملة، وأن نتابع فضيلة الشيخ خالد من السماعة وليس من التلفزيون. نبدأ إن شاء الله مع حضرتكم، وأرجو إن شاء الله إن إحنا نكون وإياكم من أهل القرآن الذين يعملون به. معنا الحاجة إحسان من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمي. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أمي، بارك الله فيك. جزاك الله كل خير يا رب. وإياك يا أمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. معايا حاج إحسان خمسة كده بعد إذنك. أيوة حاضر يا شيخ. كلمة امتلأت وتقول، التاء مكسورة بس مفيش عندي ياء. حاضر، عايدة تاني. أيوة. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. بنخلي بالنا منها ونخلي بالنا بعد كده من التفخيم والتقيق في كلمة أطغيته وتختصموا. ربنا يبارك فيك يا حاجة إحسان. شكرا لك يا حاجة إحسان. حاجة خديجة من القراءة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي. جعلكم من أهل الفردوس الأعلى جميعا يا رب إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. يا أمي. نعم. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ما شاء الله، حمدا لله العظيم. الله يفتح عليك يا امي، احسنتي. فتح الله لك يا امي، بارك الله فيك. ام اسماء من القراءة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ام اسماء. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. يا أم أسماء. اتفضل. ممكن بس نصلح كده كلمة مع بعض. اتفضل. ما أطغيته، زي ما قلت كده قوليها زي بالظبط كده. ما أطغيته. هي أض ولا أط؟ بالط. جميل، اسمح مني بقطعها بقى كده. ما أطغيته. ما أطغيته. جميل. ولكن كان في ضلال بعيد. ولكن كان في ضلال بعيد. يلا كملي. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي. نصلح بقى التشكيل هنا. ما يبدل القول لدي. ما يبدل القول لدي. ايوه. وما انا بظلام للعبيد. شوفي هنطق كلمه انا ازاي لما اوصلها باللي بعديها، وخلي بالك ماشي منها كويس. وما انا بظلام للعبيد.
وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت طيب نصلح في تشكيل عندنا عايز يصلح في تشكيل كده واحدة واحدة يوم نقول لجهنم يوم نقول لجهنم واحدة واحدة بالراحة بس واحدة واحدة وتقول هل من مزيد جميل يا أمي بس في عندنا اللام في نقول مضمومة واللام في لجهنم مكسورة فنخلي بالنا يوم نقول لجهنم ونصلحها اتظبطت ناخد اللي بعديها هل امتلأت انها تاء فقط لا غير هوصل هل امتلأت وتقول يبقى اخلي بالي من لم نقول ولم لجهنم وتاء امتلأت لما اوصلها بوتقول انها مكسوره بس الله يفتح عليك يا ام اسماء شكرا لك يا ام اسماء الحاجه فاطمه من السويس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذه فاطمه ارجو ان انت ما تستعجليش وان انت ما تغلقيش الخط على طول اسمها الشيخ هيقول لك ايه بعد اذنك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ما شاء الله يا فاطمة أحسنت الله يفتح عليك شكرا لك يا فاطمة ما شاء الله عليك تفوقت على نفسك معنا الأستاذ أحمد من المنوفية السلام عليكم أستاذ أحمد احمد من المنوفيه اهلا استاذ احمد اتفضل حبيبي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قرينه ربنا ما اطغيت عليه ولكن كنا في ضلال بعيد قالوا لا تختصموا لديك وقد قدمت اليك بالوعيد ما يبدل قولي لدي وما انا بظلام للعبيد الشيخ احمد يومنا نعم شيخ ايه رايك لو تقول ورايا كده واحده واحده من اول الاستعاذه عشان في اخطاء في التشكيل كتيره وتخلي بالك معايا من التشكيل يلا ماشي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعايزك بقى تخلي بالك من التشكيل كويس يعني سيبك من الغن والمد واي شيء احنا دلوقتي هنظبط مع بعض التشكيل ده رقم واحد ماشي يا ابو حميد حاضر يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قرينه ربنا ما أطغيته ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ممتاز يا ابو حميد الله يفتح عليك يبقى النهارده كده ظبطنا التشكيل ده رقم واحد المره الجايه ان شاء الله اسمعك وانت بخلي بالك من التشكيل كويس عشان ناخد حاجه جديده غير كده الله يفتح عليك يا ابني ممتاز شكرا ليك يا احمد بارك الله فيك معانا الاستاذ محمد من الدقهليه استاذ محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الحاج تفضل. أريد أن أشارك وابن عمتي يريد أن يشارك أيضا، هل ذلك متاح أم لا؟ يا أهلا وسهلا، متاح إن شاء الله. نعم، أقرأ إن شاء الله من قوله تعالى: قال قرينه ربنا ما أطغيته. نعم، بالنسبة لاسم ابن عمة حضرتك إيه الأول؟ اللي هيشارك معنا محمد أيضا. طيب محمد. طيب اتفضل يا أستاذ محمد رقم واحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان فيه. نعم، ما فيش حاجة سنة. ممتاز، اتفضل. ممتاز، الله يفتحك، اتفضل، ما فيش حاجة. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ما شاء الله شيخ محمد، أحسنت يا سيدنا، الله يفتح عليك، ما شاء الله، جميل، الله يفتح عليك يا عم الحاج محمد. محمد الاول فعلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد اتفضل يا فندم. لو سمحت ان شاء الله انا هقرا من سوره قاف. ايوه، ما هو الايات اللي معروضه النهارده قدام حضرتك، اتفضل يا فندم، من الايه 27 للايه 30. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. صدق الله العظيم، أحسنت يا عم الشيخ محمد. طبعا مش هينفع أتكلم ربع كلمة وسيدنا الشيخ محمد قاعد جنبك. أنا هقول لك حاجة واحدة فقط بس لا غير، وهأكدها لك يا شيخ محمد، خلي بالك من أماكن الغنن فين تاخد حقها بس. الله يفتح عليك أنت وسيدنا الشيخ محمد. يا شيخ محمد شكرا لكما، بارك الله فيكما. معنا الأستاذة صفية من السويس، تفضلي يا أستاذة صفية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. الشيخة صفية. قال لا صفية. تختصموا لدي. اسمها الشيخ يا أستاذ صفي، اسمها الشيخ. سمعاني كويس؟ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يا حاجة صفية، أستاذة صفية سمعاني؟ في عندنا أماكن غنى عدت منا غصب عنك، ولكن كان، صلحيها؟ حاضر، شكرا. ماشي، والموضع الثاني ضلال بعيد، والثالث هل من مزيد. الله يفتح عليك يا صفية. شكرا لك يا أستاذة صفية. المرة الجاية ما الشيخ يصحح لك حاجة تكرريها وراه عشان تعودي لسانك على النطق الصحيح. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود لكم لنواصل التلاوة، فكونوا معنا.
أعزائي المشاهدين، نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية مع أنوار سورة قاف من الآية 27 إلى الآية 30. نعرض التلاوة على فضيلة الشيخ خالد ونراجع معه التلاوة الصحيحة للآيات المباركات. سريعا مع ابننا زايد من الغردقة، تفضل يا زايد. زايد؟ زايد معنا ولا لسه؟ طيب واصل الاتصال تاني معنا يا زايد. معنا الحاجة أم وائل من دمياط. حاجة أم وائل سلام عليكم. طيب للأسف الحاجة أم محمد من القرى، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. أهلا ومرحبا، تفضلي يا فندم. أهلا بحضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال مبين، ضلال بعيد. قال لا تختصموا، قال لا تختصموا لدي وقد قدمته لكم بالوعيد. يا أم محمد. نعم. وقد قدمت إليكم بالوعيد. وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما بدل القول. طيب اسمعيها مني كده. ما يبدل القول لدي. ايوه. وما انا بظلام لله. يوم نقول لجهنم. كمان مرة. يوم يقول لجهنم هل امتلأت. يا أمي. يوم نقول. الرواية دي نقول. حاضر. يوم. صح كده؟ كملي يا أمي. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. طيب ممكن نعيد كلمتين مع بعض كده؟ ممكن. حاضر. لجهنم. ايوه كده. جهنم. ممتاز، الله يفتح عليك يا حاجة ام محمد، ما شاء الله عليك، جهد مشكور باين، الله يفتح عليك. شكرا لك يا حاجة ام محمد، بارك الله فيك. معانا الحاجة ثناء من القرى، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا امي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا يا فندم. اهلا بك. تفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي. يا حاج ثناء. أفندم. لا تختصموا لدي. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأ
هل امتلأت وتقول هل من مزيد. جميل، الله يفتح عليك، جهد باين ما شاء الله، جهد مشكور باين، الله يفتح عليك. حاجة سنة، شكرا ليك يا حاجة سناء، بارك الله فيك. ابننا زايد من الغردقة رجع لنا تاني، تفضل يا زايد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بالراحة مع الشيخ، ولو صحح لك أي حاجة تراجع معاه تاني، تفضل. قال قرينه ربنا ما أبغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يا زيد انت معايا يا زيد؟ ايوه معاك يا مستر. طيب كلمة امتلأت، كلمة امتلأت بعد الت الأخيرة في ياء ولا في كسرة؟ يا زيد كسرة ولا في ياء بعد امتلأت؟ تاء. في تاء. تاء بعد التاء في ايه؟ في ياء؟ في واو. جميل، يعني مفيش ياء. يبقى امتلأت و، ما اقولش امتلأت و، امتلأت و يبقى كده خطأ، يبقى كده زودت حرف وده كده غلط، ما ينفعش. يبقى امتلأت وتقول، اسمحها منك بقى كده، امتلأت وتقول. الله يفتح عليك، تمام كده شيخ زايد، الله يفتح عليك، ممتاز، شكرا ليك يا زايد، بارك الله فيك. معانا الشيخ احمد من المنيا، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيخ احمد سلام عليكم يا عم الاستاذ عماد، انت عامل ازاي؟ اشرقت الانوار، انت اين انت يا شيخ احمد؟ انا موجود الحمد لله، بارك الله فيك. يوم واحد في الظهر، بارك الله، اتفضل يا شيخ احمد. تحياتي لك ولعم الشيخ خالد، جزاك الله خيرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. أعوذ بالله من صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ماشي يا عم الشيخ أحمد، بس يبقى خلي بالك من أماكن الغنى يعني كده شوية، جهنم هل من مزيد. الله يفتح عليك يا عم الشيخ أحمد، شكرا لك يا شيخ احمد، وتحيه تقدير خاصه ليك بتمسكك ان انت تتصل مره واحده في الاسبوع، زي ما قلنا ان ده نظام البرنامج اللي احنا عايزين نسير عليه على طول. شكرا لك يا شيخ احمد. معانا الاستاذ عبد الرحمن من الجيزه. استاذ عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل استاذ عبد الرحمن. حياتي حاج الزمات وصوت الشيخ سالم، حياك الله وبيك، اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. في حاجة عندنا أكيد، عفوا مع السرعة كده عدت منك شوية، وهي الإخفاء في قوله
إليكم بالوعيد، أنا متأكد مع السرعة، إنما تلوتك وأدائك يدل إنك ما شاء الله كويس يعني متقن. الله يفتح عليك يا عم الشيخ عبد الرحمن، بس خلي بالك مع السرعة ما يضيعش من الأحكام. الله يفتح عليك. شكرا ليك يا أستاذ عبد الرحمن. الأستاذ سهام من القاهرة، السلام عليكم أستاذ سهام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أستاذ سهام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم تقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. جميل، الله يفتح عليك، بس خلي بالك من قال لا، القاف والألف تفخم لكن اللام بعد كده ترقق. الله يفتح عليك يا سهام. شكرا لك يا أستاذ سهام. أعزائي المشاهدين، مع المكالمة الأخيرة في البرنامج مع الأستاذ حازم من سوهاج. السلام عليكم أستاذ حازم. طب للأسف انقطع الاتصال. أعزائي المشاهدين، بمشيئة الله تعالى الحلقة القادمة سنكون مع الآيات من الآية 31 إلى الآية 35 مع فضيلة الشيخ خالد لمعرفة أهم الملاحظات في تلاوة اليوم. فضيلة الشيخ خالد. نعم. واحد، التفخيم والترقيق. اثنين، الكلمات اللي معانا. أطغيت، تختصم، قال لا. دي أماكن يعني اللي كان واضح فيها أوي الشغل. كذلك كلمة أطغيته فيها حكم تاني غير التفخيم والترقيق، الطاء اللي كان البعض يبدل حرف الطاء حرف آخر. كذلك أود أن أنبه أن المتقن في القراءة مع السرعة التي لم يتعود عليها ممكن ينسى، إحنا بشر. لذلك نبه العلماء قديما إلى أهمية الإتقان، وقالوا أن المتقن للقراءة إذا رتل أو حدر أسرع كان في كل على خير من محافظة على الأحكام. لذلك قال أحدهم فذو حذق معط، حذق يعني حاذق ماهر، معط أي معطي لأحكام القراءة، فذو حذق معط للحروف حقوقها. إذا رتل القرآن باطمئنان كده وهدوء، أو كان ذا حدر أو كان مسرعا، فنخلي بالنا من ده ومن ده. إذن لسه بتعلم يبقى أقرأ بالراحة شوية. طيب متقن ممكن أسرع زي ما أنا عايز، بس في نفس الوقت مراعي لهذه الأحكام لا أضيع منها شيئا. نسأل الله لكم الهداية والتوفيق. فضلت الشيخ خالد، بقلنا زمن يعني لم نتذكر الحكم، نقول حكمة التلاوة اليوم، فيعني لو نراجع هذه يعني السيرة الطيبة أو الطريقة الطيبة في نحن نذكر حكمة من حكم، طبعا الآيات كلها تقشعر منها الأبدان. نعم. لكن نريد يعني في ختام الكلمة الأخيرة حكمة آيات اليوم. حكمة آيات اليوم، ليس هناك أفضل من قول الله تبارك وتعالى إذ نبه وأنذر وحذر. وسمعنا مكررين، مش مني بس، ممن كان يتصل، ما في هذه الآيات؟ هل بعد كلام الله كلام؟ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، ده هو اللي مصر على كده مش أنا اللي قلت له. قال هل ننتظر هذه المقولة ونحن ما زلنا في الدنيا؟ لا تختصموا لدي، والقائل هو الله، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. نسأل الله العفو والعافية. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ خالد، بارك الله فيكم أعزائي المشاهدين. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى حب كتابك وعلى حسن التلاوة والعمل بما نتلو. أعزائي المشاهدين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إلى حلقة الغد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.